عموري شوف هذا السمين ناشر صورته، راح أعلق له يا بط يا بط اسبح بالشط. روح هاي عموري شوف العون هذا عبالك ياباني، راح أعلق له أقول لك أنت شي يصير منك جاكي شان. روح شوف هذا لا لحية ولا شوارب، راح أعلق له أنت محسوب علينا لو عليهن، روح حبيبي روح. عموري بدل صورتي الشخصية بشرفك علق لك. شوف هذا معلق لي كاتب لي هاي مناظرك مال الحيمشي، بشرفك هذا مو تنمر. هلو الله بالخير، اللي ما يعرفني أنا عمر الرياض وهذا الدكان. هاي الصورة للفنانة إيناس طالب تم التقاطها بمهرجان بابل قبل سنة تقريبا مع مجموعة من الصور. إيناس طالب كان عندها عرض مسرحي وسوت جلسة تصوير للترويج عن مهرجان بابل، وبكل بساطة هاي الصورة شالوها وحطوها بمقال صحفي. المقال عبارة عن قصة نشرتها المجلة البريطانية The Economist. زين شنو قصة هذا المقال؟ يحكي عن إيناس طالب؟ لا. يحكي عن مهرجان بابل؟ لا. يحكي عن الجميلات العربيات بالوطن العربي؟ أيضا لا. المقال عنوانه ليش النساء العربيات بدينات أكثر من اللازم، يعني ليش العربيات اسمان، واستخدموا صورة إيناس طالب كصورة توضيحية للموضوع، يعني اعتبروا إيناس طالب بدينة حسب مقاييسهم. طبعا الصورة انشرت بدون إذن إيناس طالب، وهواي ناس استغربوا، معقولة الأجانب يعتبرون إيناس طالب سمينة؟ يا معودين نص الشعب العراقي معجب بجمالها، شلون سمينة؟ إيناس طالب تقول كنت راجعة من الشغل ولقيت مجموعة من الأصدقاء يرسلون إلي هذا المقال، واستغربت حالي حال الناس وتفاجأت لأنه ما عندي علم راح ينشرون صورتي، ونشروا صورتي بموضوع وسياق أصلاً بعيد كل البعد عن محتوى الصورة، وهذا المقال أنا أعتبره إهانة لكل مرأة عربية وعراقية. وقالت إنه المجلة تلاعبت بصورتي وشوهتها بالفوتوشوب حتى أبين أكثر بدانة، وقالت أنا لا أحسب على النساء البدينات، ومن التسعينات أظهر على التلفزيون والناس تعرف شكلي ومظهري، وطبعا مظهري هو مظهر المرأة العربية الطبيعية. واستغربت ليش المجلة هلقد مهتمين بالمرأة العربية وما اهتموا بالبدينات بأمريكا أو بأوروبا، وقالت من سوء حظهم اختاروا صورتي لأن ما كانوا يعرفون أنا فنانة معروفة ولا يدرون أنه الناس راح تتضامن وياي لهالدرجة، ورغم أنا إنسانة ما أحب إثارة الجدل لكن المجلة دفعتني أن أطالب بتعويض مادي ونفسي عن الأضرار اللي لحقت بي لأن هم انتهكوا خصوصيتي وتعدوا علي لكوني امرأة عربية وعراقية. أنا خريجة إعلام وأعرف قوانين الإعلام، ومن سوء حظهم حطوا صورتي لكن من حسن حظي لأن أنا أعرف أحول الأزمات إلى مكاسب، ورفعت عليهم دعوة بمحاكم بريطانيا وهم مطالبين حاليا برد اعتبار وتعويض مادي ونفسي. رئيس منظمة حقوق الإنسان علق على موضوع المقال لكن ما تطرق الصورة إيناس طالب ولا اعتبرها إهانة أو إساءة إلها، ولا اعتبر هذا تجاوز بصفته هو المعني بحقوق الإنسان. طبعا احنا بدورنا سوينا استطلاع للرأي على الانستغرام، هل الصحيفة تنمرت على إيناس طالب لو هذا الشيء واقعي وما بيتنمر؟ وكانت هاي النتيجة. واكيد نحب نعرف آراءكم بالموضوع، ونذكركم تابعونا على قناة سامراء الفضائية، واذا كنت تشوفنا على الفيسبوك لا تنسى الاعجاب بالصفحة، واذا كنت تشوفنا على اليوتيوب لا تنسى الاشتراك بالقناة، واسمحونا نقفل الدكان ونشوفكم على خير.